السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة وجميلة، كيف تتعلم الإملاء بدون معاناة وبكل سهولة. بس قبل ما نبدأ إن شاء الله، أنا عايز أقول لكم شوية حاجات كده. يعني إيه؟ يعني معلش، أي واحد لسه ما بدأش خالص ما يجيش يشغل فيديو من الفيديوهات اللي أنا بشغلها الآن دلوقتي. ليه بقى؟ لأن الفيديوهات دي خلاص احنا شرحنا القواعد بتاعتها كلها، فبنشرح الكلمة بالقاعدة شرح خفيف وسريع. طيب انا عايز ابدأ من جديد، ابدأ ازاي؟ اتعلم قراءة ألف باء الأول مفتوحة، وبعد كده اخد عليها كلمات، وبعد كده اتعلمها مكسورة واخد عليها كلمات، وبعد كده اتعلمها مضمومة واخد عليها كلمات. يبقى الكلمة مفتوح مع مكسور مع مضموم من ثلاث احرف. عرفت الحاجات دي؟ ابدأ اعمل ايه تاني؟ ابدأ الكلمات دي اتعلم مد بالالف ومد بالياء ومد بالواو. عرفت الحاجات دي مع كلمات برضو فيها مد بالالف ومد بالياء ومد بالواو، ابدأ اتعرف على اللام القمرية، اللام الايه؟ القمرية. وابدأ اقرأ بعد كده الحرف المسكن مع الحرف اللي قبله، وبعد كده ابدأ اتعلم اللام الشمسية. وصلت للمستوى ده كويس جدا جدا. ابدأ اتعلم بقى حاجات تانية بقى. اتعلم ايه بقى؟ بس عشان تتأسس صح، اتعلم ازاي يقرأ الحرف السائل الزائد، حرف الزائد مع الحرف اللي قبله، مع الاسم، مع الكلمة الاسم اللي فيها ألف ولام، وازاي يقرأ الحرف الزائد مع الكلمة الاسم اللي ما فيهاش ألف ولام، وازاي يقرأ الحرف الزائد مع الفعل. خلصت الحاجات دي، ابدأ اعرف التنوين، التنوين بالفتحة والكسرة والضمة. خلصت حالة التنوين وعرفت أقدر أنوم بالكسرة والفتحة والضمة، أبدأ أعرف الألف الوصل وهمزة القاطع. عرفت الحاجات دي، أبدأ أعرف الألف المقصورة والألف الممدودة، الألف المقصورة والألف الممدودة. وبعد كده أبدأ أعرف الفرق بين التاء المفتوحة والتاء المربوطة، وبعد كده التاء المربوطة والهاء، ماشي. وبعد كده ابدأ اعرف الالف الفارقة التي تفرق بين واو الجماعة والواو الاصلية. لو عرفت الحلقات دي، على فكرة انا هرتب لكم الحلقات دي عندي على الواتس وعلى اليوتيوب، هرتبها لكم عندي حلقات مسلسلة كده، بحيث اللي يطلبها هديله الحلقات كلها. مجرد ما تخلص بقى انت الحلقات دي، شكرا جدا. بس انا مش عايزك تستمع للحلقة تقول لي انا سمعت الحلقة بس، انا مالي؟ انا بقول لك انا ما بجهدش نفسي واعمل لك حلقه عشان انت تقعد تسمع. انت ما بتسمعش فيلم، انت بتستمع لدرس، درس يعني تطبق عليه، تكتب فيه، تكتب كتير، تقرا كتير من قلب الدرس نفسه. مجرد ما توصل للمستوى ده، انت خلاص تقدر تقرا اي كلمه، اي كلمه في اي مكان بدون اي تعقيد. معلش انا طولت عليكم، نستهل ايه الحلقة بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت ربي جعلت الحزن سهلا. نبدأ على بركة الله ونقول قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. الإمام علي بن أبي طالب هو من الأئمة، ماشي، أولاد سيدنا الحسن والحسين، أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماشي. الإمام علي بن أبي طالب سهر رسول الله تقريبا، ما اعرفش احفاد ولا سهر، انا ما بعرفش في النسب، ماشي. الامام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه. كل طبعا العرب عارفين علي بن ابي طالب، بس احنا عايزين نعرفه برضه لبعض الناس. بيقول علي، ركز معايا في كلمه علي، ادي حرف العين، نكتب لون احمر بقى، علي، علي، لي، علي، 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 ركز، نطق الياء مرتين اثنين، علي، 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 ده نطقها ونونها كمان، تنوين بإيه بقى؟ علي، يو، يبقى تنوين بالضم، علي. الإمام إيه؟ علي ابن، ابن، جينا نكتب ابن فروحنا جاي عاملين كده، اب،
فالمعلم قال لي صح. صح ازاي؟ مفيش الف هنا؟ هنتكلم اهو. علي ابي 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 ما تجيب لي اهو ابي علي ابن ابي طا طا مد بايه؟ ها مد بايه؟ بالالف. برافو. علي ابن ابي طا طا. طب ليه مدد بالالف؟ عشان حرف الطاء عليه مفتوح. طا لب لب نطق اللام وايه تاني؟ برافو عليك. والباء مع بعض لب لب. يبقى اللام اكتبها ليه؟ يبقى اللام مكسوره. ها والباء دائما على سكون. ليه؟ لان هي الحرف الثاني مع الايه؟ نطق حرفين الاثنين مع بعض يبقى الحرف الثاني ساكن على طول. قال لي المعلم ان دي صح. ليه بقى؟ رغم ان هي ناقصه الف. لا هي مش ناقصه الف. علي سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه هو ابن مين؟ ابن ابي طالب. اذا ذكر الابن بعده الاب تحذف الالف. تحذف الايه؟ الالف. الالف دي تحذف. مفيش الف. اذا ذكر الابن بعده الاب يعني محمد. شوف ابن عبد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابن ايه؟ عبد الله. ماشي. سعيد ابن ابراهيم او اسماعيل ابن ابراهيم. سيدنا اسماعيل ابن سيدنا ابراهيم. ما اكتبش الالف خالص. امال اكتب الالف امتى؟ لما يكون اللي بعده مش ابوه. او مثلا ايه؟ يعني بقول ايه؟ علي وابن ابراهيم. وابن ابراهيم. علي ده مش ابو ابراهيم، يبقى اكتب الالف. ماشي؟ مش انا هتطرق الحديث دلوقتي، هنقول سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه قال بعض النصائح عليه: احرص في الدنيا على رضا اثنين. احرص في الدنيا على رضا اثنين. احرص، خد بالك دي املاء اهي وهنكتبها حالا دلوقتي. احرص في الدنيا على رضا اثنين. احرص في الدنيا على رضا اثنين. أمك وأباك. أمك وأباك. أمك وأباك. هنسيب دي إملاء وهنكتب الايه؟ النصيحة الثانية لسيد الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. واستعن واستعن بالشدائد باثنتين. واستعن، نقول ممكن نقول ايه؟ واستعن على الشدائد باثنتين. واستعن على الشدائد باثنتين. الصبر والصلاة. الصبر والصلاة. هنقول كده، هنكتب كده واستعن دي بقى. وس، شوف عليه وس، نطق الواو. واحنا قلنا الحروف الزائدة حبيب قلبي عشان ما ننساهاش تاني. الحرف الزائد حرف الفاء. ناخد الواو الأول لأن الواو دائما بتتكرر كتير. الواو والفاء والكاف. والحرف الزائد يا حبايبي يأتي في بداية الكلمة. ماشي؟ يأتي في بداية الكلمة. ها ماشي. الواو والفاء والكاف والباء واللام. ركز كده، هتلاقي الواو والفاء والكاف دائما عليهم فتحة مفتوحين والباء واللام مكسورين. ركز معايا، بقول لي واستعن. و نطقت الكلمة بدايتها حرف الواو. هل كل واو تبدأ تكون حرف زائدة عن الكلمة؟ لا، مش كل واو في بداية الكلمة تكون زائدة، بس لكن أكثر الكلمات الحروف دي بتبقى زائدة عن الكلمة. طب هعرفها ازاي؟ لما احذفها مش هتأثر على الكلمة. يعني لما يقول لي ايه؟ وعلي ابن ابي طالب، طب ما هي الواو زائدة اهو. وعلي و
ما الوفزة ايه لو؟ لان لو حذفتها ما اثرش على الكلمه. مو علي بن ابي طالب، ركز معايا، بيقول لي ايه؟ واستعن واستعن، اذا نطق الحرف الزائد، اي حرف زائد بقى بنتكلم فيه، اي حرف زائد سواء الواو او الفاء او الكاف او الباء او اللام، اذا نطق الحرف الزائد بعد منه نطق حرف ساكن، ساكن عليه سكون، ها، يبقى ايه؟ يبقى في، برافو عليك، يبقى في هنا الف وصل، برافو عليك، في ناس ما شاء الله جميله لسه حافظه الف وصل. الف وصل يعني الف بدون همزه. ها، اذا نطق الحرف الزائد بعد منه حرف ساكن، ساكن يا ساكن يعني ايه؟ يعني عليه سكون، ها، بيقول لي وس وس وس، طب ما هو نطق، بتصدق؟ نطق الحرف بالفعل، نطق الحرف الواو الزائده بعد منها حرف ساكن بالفعل، صح؟ سا وس. نطق السين هنا يبقى قال لي واسا ولا قال لي واسي ولا قال لي واسو ولا قال لي وس وس، حتى تلاقي نطق الحرفين الاثنين في مقطع واحد، وس وس. يبقى السين ساكنه. اذا نطق الحرف الزائد بعد منه حرف ساكن يبقى في الف وصل هنا مكتوب، الف وصل يعني بدون همزه. واستعن، شوف قال لي ايه؟ وس، امسك الكلمة قطعها قبل ما تكتبها، وس، يبقى الواو والسين، وس تاء عن، وس تاء عن. عن، تنوين يا أستاذ، تنوين، تنوين، هنشوف كده تنوين ولا مش تنوين، هنشوف تنوين ولا مش تنوين، ها، بقول لي وس تاء عن، وس تاء، يبقى التاء، التاء هنا مالها، مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة؟ تاء تاء، يبقى مفتوحة. واستعن. نطق العين ونطق النون يا استاذ ساكنه، يبقى النون دي تنوين تحذف من الكلم، هنشوفها كده. هنكتب العين بس. واستعي. ها، ينفع اقول ايه؟ واستعي 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 باثنتين؟ لا، واستعن. ده النون من اصل الكلمه مش تنوين. ركز. التنوين نون تنطق ولا تكتب. ماشي؟ ولا تكتب، يعني يجوز حذفها كمان نطقا. يعني يجوز ان انا ما انطقهاش، ها؟ ينفع اقول واستع واستعي واستعي؟ لا، واستعن عن، يبقى بالفعل النون من اصل الكلمه، مش تنوين خالص. وفي حاجه كمان، واستعن، ركز معايا، استعن استعن فعل امر. استعن فعل، والفعل لا ينون، الفعل اللي يجوز تنوينه، ها؟ يعني إذا ما جتش من هنا، إذا ما عرفتهاش من هنا تعرفها من هنا، الفعل لا ينون، الكلمة المثنى لا تنون، الكلمة التي تبدأ بألف ولام لا تنون، ماشي؟ ومش كل الكلمات اللي هي ما فيهاش ألف ولام تنون، في كلمات تنون وكلمات لا تنون، هنتكلم بقى بعدها إن شاء الله في حلقات قادمة عن الإيه؟ الأسماء الأعجمية والأسماء العربية وإيه اللي ينون وإيه اللي لا ينون. واستعن على الشدائد. على، على، إحنا قلنا على وإلى وفي ومن وإليه وإليها، كلمات كثيرة جدا لابد إنك تعرفها، تقرأها وتحفظها بنفس الشكل اللي عليها كده، على. على ايه يا استاذ؟ هي على، هي علي، ايوه، شوف شكل بعض ازاي، لكن الفرق ايه؟ ان دي ياء، ما هي دي يا، دي مش ياء، دي اسمها الف مقصوره، الف ايه؟ مقصوره، وليست ياء، الياء هي اللي عامله زي الالف المقصوره بس تحتها نقطتين، دي ياء، اما دي اسمها علي، على، على، حتى تلاقي هنا اللام عليها فتحه وهنا اللام تحتها كسره، على، ماشي؟ واستعن على الشدائد، الشدائد، قال لي ايه؟ الشا، شوف ركز قطع الكلمة، قال لي ايه؟ الشا، نطق الشين مرتين، الشا، دائد، الشدائد، ركز واحدة واحدة، الشاء، نطق الالف مفتوحه والشين نطقت مرتين، يبقى الكلمه هنركز بقى الاول، الشدائد،
الشدائد اسم ولا فعل؟ ها؟ اسم. في فعل اسمه الشدائد؟ لا، يبقى اسم الشدائد. ركز معايا، اذا نطقت الالف مفتوحه والحرف اللي بعد الالف نطق مرتين، يبقى في هنا الف ولام. انهي لام يا استاذ؟ اللام الشمسيه يا حبيب قلبي. ها؟ اللام الشمسيه مالها دي؟ التي تكتب ولا تنطق. اهي تكتب ولا تنطق. طب هعرفها ازاي يا استاذ ان هي لام شمسيه؟ ها؟ ال. اي كلمه اقول الف ولام يبقى الالف مفتوح واللام ساكن. هعرفها ازاي؟ هقول لك تعرفها ازاي؟ ان الحرف نطق، الالف نطق والحرف نطق بعد منه مرتين، ما ذكرش اللام خالص. ها؟ اش. اهي نطق الالف، ها؟ ولا نطق الشين اهو. اش. قال الشين هنا بالشكل ده على ايه؟ اش. نطق الالف والشين مع بعض اهو، يبقى الشين ساكنه، صح؟ اشا. ده نطق الشين مره سكون ومره مفتوحه، مره ساكنه ومره مفتوحه، اوعى تكتبها لي مره ساكنه ومره مفتوحه، لا. اذا نطق الحرف مرتين وبدا نطقه ساكنا، يبقى هو يكتب مره واحده بس ويتحط عليه الشده. يبقى الشده دي عباره عن ايه؟ الشده ليست حركه. ايه هي الحركه يا استاذ؟ الحركه هي الفتحه والكسره والضم. الشده ليست حركه. امال الشده دي يا استاذ؟ الشده هي عباره عن حرف ساكن. يبقى اذا الشين بالشكل ده ساكنه. اش. امال فين الشين الثانيه يا استاذ؟ ما احنا مش هنكتبها، هنكتب مكانها الفتحه. اشا. هنا نطقت الشين كم مره؟ مرتين. واستعن على اش. اهي اشا. اشا دا دا. ايوه استاذ فاكر انا الدال دي مد بالياء. دا يا راجل مد بالياء ليه؟ ليه مد بالياء؟ ما يا استاذ فاهم مد ايه؟ دا لا، انت فتحت تمك، فتحت فمك، فتحت خشمك، فتحت بقك. انا بكلمك بقى بكل اللهجات العربيه، ماشي؟ ايه؟ اذا فتح الحرف ومد مدا طويلا، واحنا قلنا المد الطويل، واحنا قبل كده جبنا ايه؟ الاستيك ده اهو موجود لسه اهو بتاع الكمامه، ماشي؟ ها؟ دي اسمها ايه؟ دا. طب ودي اسمها ايه؟ دا. وصلك؟ ها؟ دي اسمها ايه؟ دا. دا مد قصير. دا عليها فتحه بس. اما المد الطويل دا. وصلك كده؟ تمام. نخليه بقى مكانه، جايز نحتوي تاني. ها؟ يبقى دا إذا فتح الحرف ومد مدا طويلا، لا، يبقى المد هنا مش بالياء، مد بالألف. واستعن على الشداء إي. إي أعمل كمان ألف تحتيه همزة. برافو عليك، غلط. ليه كده؟ ليه غلط ليه؟ هقول لك ليه، ما ينفعش. ها؟ الشدائدي. الشدائي. ذكر الإي أو الآ. ذكرت الإي أو الآ أو الأو في وسط الكلمة، ها؟ مش هنحطها على الألف خالص إلا في حالة واحدة، لو كانت مفتوحة أو اللي قبلها مفتوح، توضع الهمزة على الألف. لكن هو قال إيه؟ الشدائي، ده كسر الهمزة. كسر الهمزة يبقى توضع على إيه؟ على نبرة أو على ياء. الشدائي. إي. الشدائي. على الشدائي دي. اعتذر. دي ادي الدال. ليه كسرت الدال؟ ما قلتش على الشدائد ليه، ولا على الشدائد، ولا على الشدائد. كسر الحرف الاخير من كلمه الشدائد لان قبلها على. وايه على دي؟ على دي اسمها حرف جر. كلها على بعضها؟ ايوه كلها على بعضها اسمها حرف جر. وحرف الجر اي كلمه تاتي بعده، ركز بقى بكل سهوله اهي، على الشدائد. اي كلمه تاتي بعد حرف الجر لازم تكون اسم. عرفت بقى احنا حاضر. قلنا فيها لام شمسيه ليه؟ لان هي اصلا جايه بعد على كمان. ده انا موضحها لي خالص، اي كلمه تاتي بعد على والى ومن، كل حروف الجر، كل حروف الجر، اي كلمه تاتي بعدهم تبقى ايه؟ اسم. وايه؟ واسم يجر، يبقى مجرور. مجرور يعني ايه؟ مجرور بالكسره او مجرور بالايه؟ بالياء. مجرور بالكسره او مجرور بايه؟ بالياء. طيب هنا الشدائد مجرور بالايه؟ بالكسره. على الشدائد. واستعن على الشدائد ايه؟ باثنتين. بث، شوف قال ايه؟ بث.
قبل الباء اهي، قبل الباء كمان. ايوه قبل الباء، ده جميل خالص والله. ده قبل كمان، ده كمل قبل كمان حرف زائد اهو، حرف الباء ومكسور. وقال ايه؟ بث بث بث، ما قالش ما قالش بس بسنتين، لا بث. نطق هنا حرف ايه؟ ثاء، ثاء وليست ساء. ركز في الحروف المتشابهه بين الثاء، الثاء من الحروف اللثويه، والساء. الثاء بيوضع طرف اللسان ما بين الفكين ما بين الاسنان وينطق الحرف ثاء. ها قال ايه؟ بث. نطق الباء مكسوره زي ما هي مكسوره اهي. ها بث، ونطق الثاء ساكنه. يبقى لما ينطق للحرف الزائد بعد منه حرف ساكن، ساكن اهو بث ساكن اهو، يبقى في هنا ايه؟ برافو عليك، في هنا الف اسمه الف الوصل، الف الوصل اهو. طب الف الوصل ده يتصل؟ طبعا يتصل. الالف ركز معايا، الالف انا عايز اقفل احطها هنا، الالف والالف المهموز والدال والذال والراء والزاي والواو، دي اسمها ايه؟ الحروف الستة. الحروف الستة اللي هم عبارة عن ايه؟ قال اي حرف فيهم يتصل بالحرف اللي قبليه بس، ولو جه اي حرف بعدهم لا يتصل بيه. اي حرف يجي بعدهم لا يتصل بيهم، حتى لو جم منهم حرفين او ثلاثة ورا بعض، زي كلمة أدرك، ادي الالف والدال والراء. الالف ما فيش حرف يتصل بيه، يبقى الدال ما تتصلش بيه. ده بتتصل باللي قبلها، تتصل باللي قبلها ما عدا اخواتها الستة او اخواتها الخمسه، ماشي؟ قال لي باثنتين، يبقى الالف يتصل ولا ما يتصلش؟ يتصل. قال لي بث بث نا تي ني، بث نا تي ني. لو مسكت قطعت الكلمه بسهوله هتقراها بكل سهوله جميله جدا وسهله جدا جدا. بث نا، ادي النون نا والنون مفتوحه اهي، نا بث نا تي تي. نطق ايه بقى؟ ها تي، نطق ايه؟ ها التاء ايه؟ تاء ايه؟ لا ما انتش متذكر ليه بقى؟ ها تي يا 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 يا، برافو عليك. تاء ايه ويا؟ بثنا تي، يبقى التاء والياء، ادي التاء وادي الياء. ما عملتش كده ليه يا استاذ؟ يا راجل ده الياء دي اللي بتيجي في نهايه الكلمه، انا لسه ما خلصتش الكلمه. بثنا تي تي تا، يبقى التاء مفتوحه. طب نطق التاء والياء مع بعض، ها يبقى الياء عليها ايه؟ ها نطقت الحرفين في مقطع صوتي واحد اهو، برافو عليك، يبقى الياء عليها سكون. باثنتي، اوعى تقول لي مد، مد الياء الحرف اللي قبليه يكون ساكن. باثنتي ني ني ني، النون دي تنوين يا استاذ؟ لا طبعا مش تنوين خالص. ليه؟ لان النون اصلا مكسوره. باثنتين، النون التنوين نون ساكنه، زي ما قال ايه؟ واستعن عن، دي نون ساكنه اهي بس مش تنوين لان الكلمه اصلا فعل، ماشي؟ واستعن على الشدائد باثنتين. هستعن على الشدائد بايه؟ اولا بالصبر والصلاه، بالصبر والصلاه، بالصبر. قال شوف ايه؟ بالص. ده ما قاليش بقى حرف زائد وبعد كده حرف ساكن، لا ده قال لي حرف زائد بعد منه حرف اتكرر مرتين. طب انا هعمل فيه ايه؟ ركز ركز معايا كويس جدا جدا جدا. قال لي ايه؟ بالصبر بي، ادي الباء، الباء المكسوره اهي. قال لي ايه؟ بالص، نطق الحرف الزائد بس ما نطقش وراه حرف ساكن اللي انا كنت عارفه، الحرف الساكن بروح احط فيه الف وصل وخلاص. امال لي ايه؟ قال لي نطق الحرف الزائد يا استاذ بس نطق بعد منه الصاد مرتين اتنين، بالصا بالصا. طب هعمل فيها ايه دي بقى؟ هحط فيها الفين اتنين يعني ولا اعمل ايه؟ لا خالص، شيل الباء خالص. قال لي ايه؟ بالصبر، شيل الباء، يبقى الكلمه اسمها ايه؟ صبر. هو قال لي بصبر، قال لي بص، نطق الصاد مره واحده؟ لا نطقها مرتين. ها ها يبقى ايه؟ الصبر الصبر. طب انا هعرف ازاي؟ هقول لك تعرف ازاي.
اذا جاء الحرف الزائد بعد منه الحرف النطق مرتين اتنين يبقى في هنا الف ولام. بس ركز معايا. ها ركز معايا بس. ايه اذا جاءت الباء مكسور الباء او الكاف او اللام؟ الباء مش معنى الباء والكاف واللام، لان الباء والكاف واللام اذا جم في بدايه الكلمه يبقى من حروف الجر، وحروف الجر لازم الكلمه اللي بعدها تبقى اسم، والاسم يا اما يكون لام قمريه او لام شمسيه او مفيش ولا الف ولام خالص. ها طب اعرف ازاي الباء هي من حروف الجر؟ هي الباء حروف زائده ولا حروف جر يا استاذ؟ الباء والكاف واللام حروف زائده ونفس الوضع حروف جر. هي حروف زائده وهي اصلا حروف جر. ها وعلى وفي والى ومن، على وفي والى ومن حروف جر، وحروف الجر الكلمه اللي تاتي بعدهم تبقى اسم. طب مش عايزين نطول في الموضوع ده شويه ونقول ايه؟ اذا جاء الحرف الزائد بعد منه الحرف مكرر مرتين مرتين يبقى الكلمه فيها الف وايه ولام. طب فيها الف ولام ليه؟ لما قال لي هنا الحرف الزائد بعديه حرف ساكن حطيت الف بس، امال هنا زودت اللام ليه؟ هقول لك ليه. لأن الكلمة في الأصل كده بقت لام شمسية بالصبري. بالصبري بالصب أدي الباء أهي. بالصبري والراء مكسورة قلنا لأن قبلها حرف إيه من حروف الجر. طيب هعرف ازاي يا استاذ؟ شيل الباء كده اسمها ايه؟ واستعن على الشدائد باثنين، الصبر الصبر ها والصلاه. الصبر اهي يبقى الباء من الحروف الزائده. ها يبقى هنا بقرا ايه؟ بالصبر. ركز معايا، الصاد هنا نطقت مع مين؟ الحرف يا حبيب قلبي المشدد ينطق مره مع اللي قبله واما ينطق مره لوحده او مره مع اللي بعديه. ركز في دي كويس جدا. شايف كلمه الشدائد؟ اش نطق الالف مع الشين صح؟ وما نطقش الشين مع الدال، نطق الشين لوحدها. اش ركز معايا بقى، شوف كلمه الصبر ها نطق الايه؟ بالصبر، نطق الباء مع الصاد بس، ونطق الصاد ما نطقهاش لوحدها، ما قاليش بالصا لا، نطق الصاد تاني مع الباء. طب ازاي يا استاذ؟ تيجي ازاي؟ طب انا هعرف ازاي؟ ركز معايا. الحرف الزائد الحرف المشدد اذا جاء بعد منه حرف ساكن ساكن يبقى الحرف المشدد ينطق مع اللي قبله ومع اللي بعده. طب الحرف المشدد بقى اذا جاء بعد منه حرف مفتوح او مكسور او مضموم ينطق الحرف المشدد مع اللي قبله وبعد كده ينطق وحده. الشاء انما هنا قال ايه؟ بالصب، ما قالش بالصا، بالصا بالصا مش عارف انطق الباء لان الباء ساكنه. بالصبري ماشي؟ واستعن على الشدائد باثنين نكمل. ها بالصبري والصا بنفس الكلام والصا ادي الواو. يا سلام الحروف الزائده اليوم جميله جدا كتير خالص. والصا نفس الكلام والصا. انا هتحط الالف الاول اللي هو منسي ده اللي بيتنسي. وقال لي ايه؟ وصى اذا نطق الحرف الزائد بعد منه حرف مرتين يبقى فيه هنا لام كمان. ليه فيه لا؟ لان الحرف اللي بعد اللام لابد ان ياتي مشددا. والصلاه وصى 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 والصلاه والصلاه والصلاة. لا يعني ايه يا استاذ؟ لا ايه مالها دي؟ لا دي عامله ايه ازاي دي؟ لا دي الف مد كده. الف المد انت عارف لو وصلته باي حاجه لو اتصل بحرف بعده ما بقاش الف بقى لام اهو. والصلاة والصلاة لا وراح جاي مدد لي قوي قوي في الايه؟ في اللام. والصلاة يبقى مد بالالف. والصلاة ولما تيجي تعمل مد بالالف ما تعمليش لام كده ادي اللام وتيجي تمد بالالف تحط لي الالف على طرف اللام. ليه على طرف اللام ويقع منك؟ ما هي قاعده اللام هي طويله اهي ماشي. والصلاتي التاء هنا تاء مفتوحه ولا تاء مربوطه يا استاذ؟ اللي هيحكم ما بين التاء المفتوحه والتاء المربوطه هو حرف الهاء الساكن.
حرف الهاء الايه؟ الساكن اهو. يعني ايه حرف الهاء الساكن؟ يعني هحذف التاء من النطق، ما اقولش والصلاتي، هشيل التي دي خالص، والصلاه، واستعن على الشدائد الاثنين بالصبر والصلاه. اه نطقت الهاء وما اثرش على الكلمه، يبقى هي تاء مربوطه، لان التاء مربوطه بندلعها، بندلعها بايه؟ بهاء. بس لما انا اكتب اسمها الحقيقي ما بكتبهاش هاء بقى، بكتبها تاء مربوطه. محمد او سامي بيدلع سمسم، بس لما يجي يكتب اسمه بقى مش هيقول انا سمسم، لا يقول سامي. وصلت؟ اه. بالصلاه، ركز معايا، في القران الكريم كلمات زي كلمه الصلاه اللام بعدها واو اساسا، اللام بعدها واو. كلمات القران الكريم بعض الحروف مختلفه اختلاف بسيط جدا، لان رسمت هذه الكلمات على الطريقه العثمانيه او على الرسم العثماني، على الرسم الايه؟ العثمان. ماشي؟ واستعن على الشداد باثنتين، الصبر بالصبر والصلاه، بالصبر وايه؟ والصلاه. ركز معايا بقى. احنا خدنا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خدنا الاملاء، بنقول ايه بقى؟ احرص في الدنيا، احرص في، احرص في الدنيا على رضا، هنشوف رضا اثنين، اثنين مش اثنين، امك واباك، امك واباك. هنكتب كلمة رضا، رضا بس عشان ايه؟ نحددها كده. هل رضا راء وضاد، وقف عند الضاد، هل هي بعدها مد بالالف ولا ايه؟ ولا يعني ألف ممدودة ولا ألف مقصورة ولا هعمل فيها إيه؟ ركز معايا. رضا، رضا بعض الأسماء تأتي اسم وتأتي فعل، بعض الكلمات تأتي اسما وتأتي فعلا، تأتي اسما وتأتي إيه؟ فعلا. ماشي؟ طيب رضا ممكن تكون اسم، آه ممكن تكون فعل. ماشي؟ هنعمل إيه؟ هنجيب بقى منها الفعل المضارع بتاعها. رضا الفعل المضارع، المضارع يعني مستمر، رضا الله، رضا تحصل على رضا الله، رضا ها ها. الفعل المضارع بتاع رضا ايه؟ يرضى، يرضى. طب ما هي يرضى يا استاذ برضو انا مش عارف هي الف مقصوره ولا الف ممدوده. جميل خالص، ركز معايا. رضا جمعها ايه؟ ها ها، مين يقول؟ اقول لك انا. رضا جمعها ايه؟ رضايات، رضايات جمع رضا ايه؟ رضايات. ادي الراء وادي الضاد، رضا. بركز معايا هنا اهي، هنا هيبان اذا كان الف مقصوره ولا الف ممدوده. الراء والضاد اهو هنا، لو كتبت ياء تبقى الف مقصوره، عرفت بقى؟ هي كده رضا، يبقى رضايات. عرفت كلمة رضا جت منين؟ رضا، رضايات. زي طب كلمة علا، 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 ما هي عين برضو، عين عين مفتوحة، علا ولام، هل اللام دي يا أستاذ بعدها ألف ممدودة ولا ألف مقصورة؟ هجمع الكلمة دي، علا جمعها إيه؟ ها؟ مش عليات بقى، علوات. علا جمعها إيه؟ علوات، جمع علا إيه؟ علوات، لما تشوف بقى في القواميس بقى والحاجات دي، علوات. ركز معايا، ادي العين واللام، جه بعدها ايه؟ الف. بعد ها بعد العين واللام ايه؟ جه حرف الواو. اذا جاء حرف الواو في الجمع ها يقلب الى الف ممدود اهي، عرفت بقى؟ اما اذا جاء ياء فيقلب الى الف مقصوره. ها وصلت ديت؟ نكتفي بهذا القدر، واتمنى اي تواصل اي استفسار على 010-211-69941 او خارج البلاد 00-210-211-69941 والى لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على المشاهدة، إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.